الفرق ما بين الفور جي والفايف جي. لو انا بحمل فيلم على الفور جي بياخد وقت قد ايه وعلى الفايف جي بياخد وقت قد ايه؟ فرق حوالي 100 ضعف. يعني لو حضرتك هتنزلي فيلم الطبيعي ان هو بياخد في الفور جي هياخد مثلا يومين ثلاثة، ممكن تنزليه في ساعة زمن في الفايف جي. ساعة في الفايف جي احنا بنتكلم سرعة 100 لا بس يعني حجم المقارنة يعني بهذه الفجوة الكبيرة. وبين كل جيل والتاني يعني على الأقل بين كل جيل والتاني كان في 10 أضعاف أو 20 ضعف. فالتطور اللي بيحصل بتبقى فعلا عشان كده بيبقى جيل تاني خالص. يعني دايما بياخد بال حاجة برضو حتى بين كل جيل والآخر الجيل نفسه بيتطور. يعني لو أنا هتكلم على 3G أو 4G في وقت من الأوقات هو كان له سرعة مثلا 2 ميجا، بعد كده ممكن 4 ميجا، بعد كده يبقى 7 ميجا. لما حتى بيحدث هذا التطور ما بنقدرش نقوله إن جيل، بنقدر نقوله إن جيل لما يبقى فعلا طفرة. الفرق بيوصل لمية ضعف وأكتر كمان في فرق السرعات. يعني طب ماذا عن بقى طبيعة المكالمات وجودة الصوت ونقل المكالمات؟ يعني عايزين نتكلم على أكتر من صعيد. يمكن اتكلمنا على فكرة التحميل ونقل البيانات، بقية المستويات هيحصل اختلاف فيها ازاي؟ برضو بتتحسن بالتبعية، بيبقى فيه جودة أفضل للصوت، بيبقى فيه النقل للصوت نفسه بيكون أوضح، زمن الصوت نفسه أو زمن يعني اللي بيحصل أنا لما الإرسال نفسه بياخد زمن أقل. فكل الخدمات الحقيقة بتتطور، ولكن يمكن دي النقطة اللي احنا يعني ممكن نلمسها وحاسس احنا محتاجين نوضحها. أرض الواقع احنا على الرغم هذا التطور اللي احنا شايفينه في مصر، يمكن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مصر من الدول الرائدة بقالنا أكتر من 20 سنة الحقيقة. لينا مركز ريادي في هذا القطاع، يمكن من دكتور يعني الحكومة الدكتور أحمد نظيف كانت فكرة إن إحنا عندنا حكومة ذكية في التوقيت ده، وكان في صاحب الفكرة والقرية الذكية، وكان في مشروعات للميكنة. فالحقيقة إحنا وقطاع الاتصالات الحقيقة مر عدد كبير من الوزراء الحقيقة، وهي وزارة فعلا متميزة وشهدت طفرة كبيرة، لكن وفيها تمويل كبير وفيها استثمارات كتيرة، ومصر بنقول انها المركز الاول على مستوى افريقيا في شبكات الاتصالات. نتكلم في الموضوع ده قبل الفاصل فعلا، وسألنا المواطن المصري البسيط دلوقتي هيقول 5G ازاي وانا شبكة عندي بتقطع، 5G ازاي وانا الانترنت كل شوية بقفل الراوتر ورستره واقفله وافتحه علشان بس اعرف ابعت رسالة شغل ولا ابعت ايميل. فاحنا لازم برضو نربط باللي بيحصل ومعاناة المواطن مع انتظام الشبكات في مصر في الفترة الأخيرة.